طلعوا مستمرين وياكم بقصة المثل يا فاهي جدر جفار ورجلش على النسوان دار. طبعا هذه القصة كانت أكو مرة كلش تثق بزوجها، طبعا هذا الشيء موجود عندنا حاليا. رغم جماله وأناقته وهي بسيطة بسيطة الحال والتفكير، كل يوم كل ما تجي صديقة لها تشوف زوجها تحاول تستدرجه وهي نايمة على وجهها نقدر نقول. تمام، كل شيء ما تدري من كثر حبها لزوجها. بيوم من الأيام جتي أمها تزورها وهي كانت برا البيت تتسوق، وصلت البيت بنتها لقيتها يتسامر ويا أحدى النسوان أو إحدى الصديقات. قبل لا تدخل البيت شافت بنتها تركض من بعيد على بيتها، فكان شو تقول لها؟ قالت لها الجدر فار، إذا طلعت الفاهية ناسية الجدر على النار. كان أمها ترزلها وتقولها يا فاهية جدرك فار ورجلك على النسوان دار. ومن هنا صار هذا المثل يضرب لتذكير الزوجة بخيانة زوجها وهي لا تعلم. خلوني أسألكم اليوم، هل يا ترى الخيانة الزوجية تقاس بأمثال معينة أو إحنا نستخدمها بمصطلحاتنا الدارجة بسمار؟ يعني اليوم إحنا قاعدين بمجتمع أو صديقات معينات، تمام، تعرفين أنت بخيانة شخص معين، شلون تقدرين توصلي رسالة لصديقتك بها طريقة؟ السؤال إلي؟ السؤال إلي. شوفي أنا بهيك مواضيع أنا كلش صريحة، أنا من أريد أجي أحكي الموضوع أريد أقولها أنه فلان دي يخونك، أو أريد أحكي لذيك الثانية فلان دي يخونك، ما أحكي لها بالألغاز مباشرة، أقولها ترى أنا شفت فلان هيجي وهيجي وهيجي، لكن بالدلائل يعني، لأنه شو لازم يكون دليل. طبعاً أكيد لازم يكون دليل، أنا كلش أكره هذا الموضوع، لأنه هسه اللي دا يصير عندنا بعض الزلم إنه النسوان تكون مكفية وموفية وما مقصرة بحقه أبداً وشايلت له بيت كامل، لكن هو يروح عينه برا ويباوع. فأني كل شكرا هذا الشيء. أغلب السيدات اليوم صار عندها الموضوع طبيعي، طبعاً أكو فرق بين التعايش والتقبل، أكو سيدات دا تتعايش الموضوع لكن ما متقبلته، تقول خلاص عندي عائلة وعندي بيت وأمشي الموضوع لأنه أول وتالي هو راح يرجع لبيته. رأيك أنت ثامر بالقصة؟ باي نور، هو الشخص اللي يخون هذا ما صار له شارة، إذا كانت زوجته فاهية وإذا كانت ما فاهية هو يخون أو نادر. يعني هو يعني أقول الخيانة أنه هي حالة مرضية أو حالة نفسية، يقول لك بالطبع ما يغير طبع. نعم، أو نقول إحنا عينة فارغة ما تنملي، يعني إيش قد ما كانت زوجته ملتزمة، كل ما كانت زوجته معتنية بمداريته تكون أم بيت، هو عينة فارغة لازم يدور غيرها. فما لها علاقة موضوع الفهاوة بالخيانة، ونتمنى أنه ماكو خيانة وتعيشون حياتكم هاي للرجال أو الأزواج بصورة عامة، وحتى يعني السيدات يلا حتى لا يزعلون علينا. لا هو تعيشون حياتكم بوضوح، وإذا زوجتكم أو الزوجة ما عاجبها زوجها فصلوا وكل واحد يروح بطريقه وشبعوا خيانة. أحب الموضوع كلش من ثامر، يسهل الموضوع على الطرفين. بما أنه إحنا جبناها على النساء وعلى البيت وعلى الزوج والطبخ، وكانت ناسية جدا بالضبط أكيد.